أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا والأئمة من ولده حجج الله، وأشهد أن المهدي الأول أحمد الحسن والمهديين من ولده حجج الله، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله، وإليها أدعو جميع المكلفين من الإنس والجن، فإنها الحق المبين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، فإني أنا وأعوذ بالله من الأنا من جمهورية مصر العربية، واسمي محمد عطية، واسمي في البلتاق في غرف أنصار الإمام المهدي الصابر 13. الأخ باسم حمزة الحمد لله التقيت معه في غرفة على البلتاق، وكان معه مجموعة من الإخوة الشيعة الذين سمعوا بالدعوة، وكان هو يعني يترجم كلامهم إلي وكلامي إليهم، وكان رجل على خلق عالي، وكان بعض الإخوة يتطاولون على التكست فكان هو ينهاهم عن ذلك. ثم يعني أخذت منه الإيميل بتاعه، وهو أخذ الإيميل بتاعي، وقلت له يكون بيننا إحنا جلسات خاصة على الإنترنت لنصل إلى الحقيقة في هذا الأمر. وفعلا إن شاء الله التقيت معه، وفي اللقاء كان داخل علي بهجوم من باب الشبهات، يعني واحد مهاجم بالشبهات اللي بيها إن إنسان ما يؤمن بالدعوة. ومن خلال إجابتي وحوارتي معه فقلت له أخي خذ خيرة، يعني استخير الله في الأمر. فقال حاضر، وبعد ما أخذ الخيرة تغير موقفه 180 درجة، وأوحى إلي بأنه اعتقد بالأمر وآمن به. وقلت له طيب يعني قل لي الخيرة ما هي. فسكت، وبعدين قال لي إن هو أخذ خيرة على أن يخبرني بها، فالخيرة قالت له لا تفعل، وقال لي إن هناك سر وسأخبرك به بعد ذلك. فأنا استبشرت خير وقلت سبحان الهادي، وانتظرته إن احنا نلتقي بعد ذلك، ولكن لم ألتقي به. ثم بلغني من خلال الإخوة الأنصار والأنصاريات في مصر اللي هم يتكلمون اللغة الألمانية أن الرجل سبحان الله قال أنه يعني التقى بعلماء كبار واقتنع بكلامهم، وأن هذه الدعوة باطلة، ونصب نفسه محاربا لوصي ورسول الإمام المهدي ومشككا به، وداع الناس إلى محاربته وإلى عدم الإيمان به. فهنا أقول للشيخ باسم حمزة وللإخوة السامعين، يعني يقول للشيخ باسم حمزة اتق الله في نفسك، واعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، وتعالى ارجع إلى الصواب وإلى الحق. وأنا وأعوذ بالله من الآن العبد الفقير إلى الله مستعد لمناظرة الشيخ باسم حمزة على الملأ بكل صور وآداب المناظرة، فادعوه إخواني إلى هذه المناظرة وأنا مستعد بذلك. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، إن إحنا إذا اختلفنا يكون عندنا أو يكون بيننا ميثاق الشرف، ميثاق الأخلاق والأدب والإحترام المتبادل. فمن خلال الفيديوهات اللي قدمها الشيخ باسم حمزة، كما أخبرت أنها فيها أمور يعني غير صحيحة، وأمور فيها تطاول على وصي ورسول الإمام المهدي، وهذا لا يصح وليس من أخلاق آل البيت. يعني إذا طبعا أنتم تعتقدون أنكم
تؤمنون بالأئمة الاثني عشر، وأكيد أنكم تتخلقون بأخلاقهم في التعامل مع الخصم. فإن اعتبرت أحمد الحسن خصما لكم فتعاملوا معه بشرف الأخوة، يعني بشرف الخصومة، بشرف الخصومة، وكونوا يعني كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يصير بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يصير حبيبك يوما ما. فطبعا إحنا مستعدين للمناظرة بتاعة الشيخ باسم حمزة، قولوا له يرجع إلى صوابه، ومستعد للمناظرة، يتواصل مع الإخوة في مصر ويحددون، وتكون المناظرة على قناة المنقذ العالمي. وإخواني الكرام، الروايات التي تكلمت أن هناك دجال من دجلة البصرة، الروايات كثيرة. الإخوة الأنصار الكرام بيّنوا هذه الحقيقة بالتفصيل في كتبهم، كتاب الوصي والوصية، ياريت تراجعوه، هتلاقوا هذا الأمر بالتفصيل. وملخص الأمر: دجلة البصرة يعني اللي هي المدينة ميسان أو العمارة، فرات البصرة اللي هو الناصرية. فالدجال الذي يخرج من دجلة البصرة هو حيدر المشتت عليه لعنة الله، وخرج وادعى أنه اليماني وباهل السيد اليماني وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأنتم تعلمون أيها الإخوة الشيعة قول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من ادعى الإمامة وليس بإمام بتر الله عمره. وها هو سيدنا اليماني أحمد الحسن ادعى الإمامة، ادعى الوصاية عن الإمام المهدي، ادعى أنه رسول منه، بل وادعى أنه رسول من نبي الله إيليا لليهود، ورسول من نبي الله عيسى إلى النصارى، وادعى أنه المهدي الذي يولد في آخر الزمان عند السنة، وادعى أنه الممهد الوحيد لدولة العدل الإلهي، ولم يحدث له شيء، بل تحدى جميع العلماء وتحدى جميع القوى العالمية وقال: لن يمكنكم الله من عنقي. هذه هي النهاية، وهذا هو يوم الله الأكبر الذي ينتصر فيه لأوليائه من أعدائه. فعرفتم الآن دجال البصرة مين؟ هو حيدر المشتت، وليس أحمد الحسن، وحاشا أحمد الحسن عليه الصلاة والسلام ابن الإمام المهدي، وجاء بالعلوم علومه، وجاء براية البيعة لله، ومعه وصية رسول الله، واسمه وصفته ونسبه ومسكنه ذكرها آباؤه الأربعة عشر المعصومين في كتبنا، في كتب المسلمين سنة وشيعة. فكيف تتجرؤون وتقلون عنه أنه والعياذ بالله دجال البصرة؟ إخواني أفيقوا، أنتم الآن في أمام حدث عظيم، أنتم الآن ممتحنون بخليفة الله أحمد الحسن، كما امتحنت أمة موسى وعيسى ومحمد في أزمانهم بموسى وعيسى ومحمد. وأنتم تعلمون أن الناس انقسموا فيهم إلى قسمين: فريق أنكرهم وكذبهم، وفريق آمن بهم. فأدعوكم أن تكونوا من الفريق الذي آمن بأحمد الحسن، ولا تكونوا من الفريق الذي أنكر أحمد الحسن والعياذ بالله. وإخواني الكرام، يعني نصيحة: لا تتعجلون في الإنكار، وابحثوا ودققوا وتبينوا الحقيقة بأنفسكم، ولا تجعلوا أحد يقرر لكم دينكم. إحنا أنصار الإمام المهدي عموماً على في المنتديات بتاعتنا، وفي غرف البلطاق بتاعتنا، وفي القنوات الإذاعية، قناة المنقذ العالمي في مصر، وقناة المنقذ العالمي في ولاية دوتريوت في أمريكا، بتبث يوم الثلاثاء فجرا. كلنا في خدمة طالبي الحق، وأي شبهات عندكم إحنا مستعدين لتوضحها لكم. والإخوة الأنصار لم يتركوا أي شبهة إلا وبينوها ووضعوها على الموقع في روابط، وكتبوها في كتبهم، وهم أيضا ما زالوا مستعدين لمناظرة وكلاء المراجع، وما زال السيد أحمد الحسن يتحدى المراجع للمناظرة العلنية. فإن لم يستطيع الظهور في القنوات تكون المناظرة كتابية عبر الإنترنت. وما زلنا نحن أنصار الإمام المهدي في مصر ندعو الأخ باسم حمزة ومن معه
في ألمانيا من الشيعة الذين ينكرون الإمام أحمد الحسن اليماني، ما زلنا مستعدين ونطلبهم للمناظرة والمحاورة الأخوية بهدف معرفة الحقيقة التي امتحننا الله بها، وهي أحمد الحسن في هذا الزمان. ونحن بخدمتكم أيها الإخوة الكرام، ومنتظر ردكم، منتظر رد كل من يسمع هذا الفيديو، منتظر رده على العنوان الذي سيوضع لكم، وبخدمتكم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا.